صحيفة نيجي بقى للانتخابات الأمريكية وجو بايدن، ودي اللي كانت معانا. صحيفة نيويورك تايمز مانحون يلوحون بتعليق 99 مليون دولار من التبرعات إذا ترشح بايدن للانتخابات، هيقفلوا الحصالة يعني. على جنب تاني، كولوني سحب دعمه لبايدن وقال لن نفوز في نوفمبر مع هذا الرئيس. شايفين كولوني لابس ايه؟ نرجع بالصورة يعني، ولن نفوز بمجلس النواب ايضا، يعني مش بس الرئاسة، لا ده كمان مجلس النواب، وسنخسر مجلس الشيوخ. من المؤلم ان اقول ذلك، لكن جو بايدن الذي كنت معه قبل 4 اسابيع أو 3 أسابيع في حفل التبرعات لم يكن الشخصية القوية ذاتها التي كان عليها في 2010. أكيد طبعا، أكيد فرق السن، وأكيد الحاجات اللي جدت عليه يعني. بيقول يجب على قادة حزبنا أن يتوقفوا عن إخبارنا بأن 51 مليون شخص لم يروا ما رأيناه. يعني إحنا شفنا اللي هو بيقول له، يعني إحنا شفنا اللي حصل في الديبيت، ما تقولولناش ما شفتوش، كل الناس شافت ده. وكان كولوني قد شارك في استضافة حفل تبرعات لصالح بايدن الشهر اللي فات يعني. في جانب برضو الأحداث اللي بتخص الانتخابات، إلا أن بايدن نزل وقال ترامب ده خافوا منه، ما حدش يقرب منه خالص عشان عامل أجندة 2025 اللي كنت كلمت حضراتكم عليها المرة اللي فاتت. طبعا الحقيقه ان ترامب، هنلاقي الصوره طبعا على تروث، ترامب بيقول لهم انا ما اعرفش حاجه عن الموضوع ده ومش اجندتي خالص اللي انتوا بتتكلموا ده يعني. وصوره تانية واحد بيقول كما لو ان يعني واحده صغيره في العشرينيات بتقول لهم يعني، بمشوها من الشغل بتاعها وبتقول لهم لا ده فلان اللي عمل كده كده يعني. طبعا بايدن بيستعمل بعض الكروت هو وحملته علشان خاطر يقلل فرصه ترامب. اليومين اللي فاتوا طلعوا صورة واحدة أو فيديو ليها يعني، وقالوا إن الست دي ممكن تتحكم في الانتخابات الأمريكية. نشوف التقرير بتاعها، اتفضل. فتاة ثلاثينية تهدد ترامب، بايدن يستعين بها قبل الانتخابات، وتغريدة منها قد تقلب المعادلة. أكثر من نصف الشعب الأمريكي معجب بها، ومتى بدأ صعودها الحقيقي للواجهة؟ سويفت التي ولدت في العام 1989 بولاية بنسلفانيا الأمريكية. يعني دي نبذة صغيرة عن سويفت وقد إيه هي مؤثرة، نظرا لأن لو نلاحظ معايا صور ليها متابعين كتير قوي، وهي مغنية مشهورة جدا جدا والعالم كله بيتابعها، ولو قالت صباح الخير الكل هيقول صباح الخير، لو قالت ترامب وحش الكل هيقول أمين. فده بالنسبة للمتابعين بتوعها، ولو شفنا يمكن ملايين، يمكن مقربة لل 300 مليون تقريبا فولورز على الصفحة بتاعتها. هل هي فعلا هتكون مؤثرة على ترامب وتأثر على الناخبين ولا لا؟ ده اللي هنعرفه الفترة الجاية. لزلات اللسان اللي كلنا تابعناها اليومين اللي فاتوا، عندي ليه 2 النهاردة. احنا غالبا هنعدله بقى 1 2، بس بقينا بنعد كتير ما بقيناش فاكرين. زلة اللسان بتاعته لما كان في الناتو، المؤتمر اللي عمله وبيقدم زيلينسكي على انه الجميل والمناهض والمشارك والمتابع والفظيع قوي ده، وبعدين في الاخر قال بوتين، زي ما فاكرين جيفن نيوسم قال برضو الكلام الجميل ده، وفي الاخر قال ترامب. هم غالبا كلهم زي بعض. نشوف التقرير سوا، الفيديو سوا، اتفضل. And now I want to hand it over to the president of Ukraine who has as much courage as he has determination. Ladies and gentlemen, President Putin. Mr. President. I'm better. طبعا يا شماتة بوتين فيه اكيد يعني. طبعا لو خدنا بالنا من التعبير بتاع وش زيلينسكي يعني، في ايه؟ انا زيلينسكي، خدامك زيلينسكي يعني. بس يعني دي حاجه من الحاجات، ولو اننا كنا عارفين انهم كانوا بيجهزوه انه لما يروح المؤتمر بتاع النيتو يكون واعي كده، لان دي برضو من ضمن الحاجات اللي الناخبين هيبصوا عليها، وحضروا الراجل، ويعني عشان نكون انا معايا الراجل تدارك يعني ما عندهاش،
تدارك الأمر ورجع تاني صلح وقال هو يعني عشان بيفكر في بوتين صاحي نايم بيفكر بيه. وكان تعليق زيلينسكي للصحفيين ومعايا صورة بس فكاهية شوية إنها زلت لسان، وأعتقد أن الولايات المتحدة قدمت كثيرا من الدعم للأوكرانيين، يمكننا نسيان بعض الأخطاء، أعتقد ذلك. يا فقال له ما تقلقش يعني أنا هو هياخد باله من الأمر يعني هيتكير about it. في تعليق تاني أو زلت لسان تانية كان ما مش عارفين أنت عايز تقول إيه بالظبط، مين الفايس بريزيدنت بالظبط، هو يقصد كامالا هاريس إلا أنه قال الفايس بريزيدنت كان ترامب. سيبوكم من اللي قاله، بصوا بقى على رد فعل يا حرام الطقم بتاعه وزير خارجيته والناس اللي قاعدة والست اللي كانت بتتحمل من تحت لتحت دي، نشوف سوا. I wouldn't have picked Vice President Trump to be Vice President, but I think she was not qualified to be President. So let's start there. طبعا الست بتقول ايه او الراجل يعني اللي عمل ايده ده يا رب اتشق الارض وبلعيني، فطبعا اهو اخطاء من ضمن الاخطاء. السن وبنقولها كل مره على فكره، بس انتوا هو اللي مش عايز يقتنع لانه هو ماسك في الكرسي ومش عايز يسيبه. هل هيكمل ولا بقى طب خلاص سيبوه يلعب باللعبه دي وخلونا احنا نرتب حاجه تانية، ده هم اللي بيقولوا اياهم. هيبان الفتره اللي جايه هتبان. ما حدش فينا كان ابدا من الاسبوع اللي فات للاسبوع ده يتوقع اللي حصل لترامب، ما حدش فينا يتوقع ايه اللي ممكن يحصل بعد كده. وهل الدوله العميقه اللي بيقال عليها يعني انها اللي بتدير الامور هتسيب الدنيا ماشيه كده لحد ما الصناديق تقول رايها؟ محدش عارف. معايا خبر تاني، كان في قانون مفروض انه نزل او يعني كانوا مشروع قانون انهم يخلوا الناس اللي هي معهاش citizenship انها تعمل فوتينج للانتخابات. طبعا حضراتكم عارفين هو ليه فتح البيبان وبيعمل لهم قانون دلوقتي ان هم يدوا له اصواته. طبعا حضراتكم ملايين داخله من ساعه ما بقى رئيس هو هنا بايدن لحد دلوقتي، فهو بيحاول بقى يفرش له يفرش لنفسه ويفرش للحزب الديمقراطي الارضيه بعد كده، الا ان ما تمش مروره. وكان من الشيء الكويس ان في 5 ديمقراط رفضوا هم كمان مع او يعني ادوا صوتهم كمان ضد مشروع القانون ده، كانت النتيجه اللي هم رفض الامر ده 221 قالوا ياس و198 قالوا نو. حاجة أخيرة في أخباري من أمريكا، الكوكايين الوردي ده مسحوق قوي قوي جدا جدا ومخدر الفقراء زي ما بيقولوا، بيهدد صحة آلاف الأمريكان. ضبط السلطات أكثر من 140 رطل من مادة الهلوسة خلال دوريات استمرت 4 شهور على سواحل أمريكا الوسطى والجنوبية. عرفتوا بقى المشكلة فين؟ المشكلة في الحاجات اللي بتخش دي مع الناس. المشكلة كمان في ان الناس اللي جايه لك بتحاول تغير هوية المكان. هو طبعا بيقولوا ان ده بيوصل ثمنه تقريبا الجرام ل10 دولار، فطبعا بيؤدي لعدم التوازن والهلوسة والحاجات دي، يعني عايزين يغيبوا دماغ الناس على الاخر والشباب تحديدا. وان هو اساسا المادة دي ما فيهاش كوكايين، ان المادة دي فيها حاجة اسمها الكيتامين، وده خطر جدا على الإنسان. يعني هختم خبري أو أخباري من أمريكا معاكم برأي واحد أمريكي خايف على البلد دي من اللي شايفه من أوروبا، من اللي شايفه من العالم اللي بيحصل حواليه. قلت حضراتكم قبل كده أوروبا شكلها ما بيتصلحش، اتغير وما بيتصلحش، ويمكن أكون غلطانة، أتمنى أكون غلطانة أنها يعني يجي لها الوقت وتتصلح. نشوف كان رأيه إيه ونزل وقال إيه. تفضل. If you think what you just saw cannot happen here in America, well, think again. Look at what's happening on our college campuses right now. Look at what's happening on the streets of our major cities right now. We're seeing people chanting things like death to America, from the river to the sea, intifada. هنبقى بعده لو ما عملناش زبطناش حالنا من دلوقتي هنبقى زيهم بالظبط بالظبط. يعني نتمنى نفوق بقى ونعرف ان البلد دي جميلة ولازم نخليها تفضل جميلة زي ما هي. الحرية مش انك تغير هويتي، الحرية اعمل اللي انت عايزه بس في حدودك انت مش في حدودي انا كمان. امين.